انا باشا كنت اتورطت في قرض كبير اخدته من البنك بضمان ورشه الميكانيكا بتاعتي. كنت عايز اشتري المحل اللي جنبي علشان افتحه ورشه دوكو سيارات، لكن الله يسامحها بقى دلال مراتي قعدت تسرسل في الفلوس اللي اخدتها من البنك يوم ورا التاني، تشتري فساتين وبرفانات وتروح تصيف في مارينا زي ولاد الزوات. وصرفت فلوس القرض بقى وما اشتريتش الدكان. تمام يا باشا، ما عرفتش اسدد القرض يا باشا، جه البنك حجز على الورشه ونصحتني دلال ان استلف فلوس من جوز امها الصايغ. واستلفت منه فلوس القرض. استلفت يا باشا، ويا ريتني ما استلفت، طلع راجل جشع ومرابي. تصور يا باشا، اشترط عليا ان ارجع له فلوسه بفايده 30% وكتبني بيهم شيكات. وبعدين؟ ولا قبلين يا باشا، الدنيا اتربيت على دماغي ما بقتش عارف اسدد الشيكات، وبقت دلال تصبر جوز امها علشان ما يحبسنيش بالشيكات اللي واخدها عليا. ومن يوميها يا باشا وانا بقيت تحت ضرس دلال، ما اقدرش ارفض لها طلب يا باشا، لو زعلت مني هتخلي جوز امها يحبسني بالشيكات اللي واخدها عليا. وده اللي خلاك توافق انك تطرد امك من شقتها؟ ايوه يا باشا، بس انا كنت عايز اعرف يا باشا، هي امي جت لغايه هنا وقدمت بلاغ ضدي؟ تصدق ما هنش عليها تعمل معاك كده، مع اني لو كانت عملت فيك محضر كنا مكناها من شقتها بالقوه الجبريه، ده كمان كانت ممكن ترفع عليك قضيه في المحاكم والطالب بنفقه، لكن للأسف أمك ست أصيلة يا عتيم الأصل. يا باشا والله العظيم ولا كلمة زيادة، قدامك 3 أيام من النهاردة تصلح فيهم غلطتك، وإلا بشرفي هعرف إزاي أجيب حق الست الطيبة دي منك. الأم اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها وقال الجنة تحت أقدامها تعمل فيها كده؟ ازاي تعمل كده في الست الغلبانه دي اللي خلفتك وربتك وخلتك بني ادم؟ ده انا زي ما فهمت كمان اديتك تحويشه العمر عشان تتجوز بيها وتفتح ورشه الميكانيكا، مع اني لو كانت عملت فيك محضر كنا مكناها من شقتها بالقوه الجبريه. امك ست اصيله يا عتيم الاصل. السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمود؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ عربيتي خلصت؟ والله ما فضيتش اعمل فيها اي حاجه النهارده. ليه يا استاذ محمود؟ مش كان معاك السينما النهارده؟ ما هو انا طول اليوم كنت في القسم يعني، واليوم كله راح هناك. ليه خير ان شاء الله؟ لا ولا حاجه، ده كانت عربيه بس واحد ظابط كده صلحتها له، وعلى ما قعدنا نجرب انا وهو جنب القسم كان اليوم راح. الله يكرمك يا استاذ محمود، هعدي عليك بكره في نفس الميعاد، اجي استلم عربيتي وامشي. باذن الله هتيجي تلاقيها خلصانه. السلام عليكم. الف سلامة. الف سلامة. ما تخف نفسك شويه يا استاذ عوكل، عايزين نقفل ونروح. حاضر، دقيقتين اتنين بس يا اسطى. خير يا دلال؟ اسمع يا محمود، وانت جاي على البيت هات لنا قد بطيختين كبار وتلاتة كيلو موز واي فاكهه تانية حلوه معاك. وعشان ايه جننت الفاكهه دي كلها يا دلال؟ عيال اخوك شوقي موجودين عندك وعايزاهم يحلوا بعد العشاء. حاضر يا ستي، حاضر. الله يسلمك يا اختي. يا عيال اهمدوا يا شياطين انتوا، اهمدوا بقى. مالك مكلم وجوزك شبرين؟ وبقول لك مساء الخير ما بتردش عليا. راجع من الورشه قرفان ومهدود وعايز اتخمد، وده مش سبب يخليك متضايق بالشكل ده. يا دلال خلي الليله دي تعدي على خير يا دلال، عشان اللي جواه يفضل مدفون وما يخرجش. وايه هو اللي جواك بقى ان شاء الله يا استاذ محمود؟ بركان نار يا دلال، لو خرج هينفجر فيك. انا يا محمود؟ ايوه انت يا دلال، قعدتي كل يوم تشتكي لي من امي وتقولي لي امك ست دوشجيه بتعلي صوت الراديو والتلفزيون على الاخر وبيصدع لك دماغك، لدرجه انك خلاص ما بقيتيش قادره تستحملي الصيطه اللي هي عاملاها لك، ومره تانية تقولي لامك لما بتشرب كوبايه شاي ولا بتاكل لقمه بتسيب الكوبايات والاطباق على الانتريه، قال ايه؟ بتخلي شكل الشقه متبهدل. وفضلت كل يوم تسن على دماغي تسن على دماغي لغايه ما اجبرتيني نطردها من شقتها. ومن يوميها وانت كل يوم تستضيفي لي في عيال اخواتك، مره عيال اختك فوزيه، والمره الثانيه بنات اختك فوقيه، والنهارده عيال اخوك شوقي. والبيت بقى كل يوم مليان عيال بيلعبوا ويبرطعوا ويصرخوا، لما خلاص
ده غير عرض خالد الاكل اللي عاملها هناك ويسيبوا المعالق والاطباق على الانتريه. بذمتك منك مرحب امي ولا عيال اخواتك؟ عيال اخواتي مهما طولوا عندنا يا محمود مصيرهم في النهايه هيمشوا، لكن امك قاعده على قلبنا ومثبته عمرها ما كانت هتمشي. وامي تمشي ليه يا دلال؟ انت ناسه ان دي شقتها؟ بسيطه يا محمود، خلي امك في شقتها وانا هروح اقعد عند امي وجوزها لغايه ما تجيب لي شقه لوحدي. في 60 داهيه، في 60,000 داهيه. مبروك عليكم الشبكه. الله يبارك فيك يا حاج مالك. انا بقول لك انت خالي تيجي تنقي شبكتها من عندك هي وعريسها. يا انس يشرفي يا انس، محل المصوبات بدوي يرحب دايما بزباين. السلام عليكم يا مع الف سلامه. انس يشرفك. الف مبروك عليك. مع السلامه. صباح الخير يا جوز ام مراتي. صباح النور يا جوز بنت مراتي. مراد عوكل الصبي بتاعي قال لي انك عديت عليا وعايزني اجي لك على هنا. خير؟ ده صحيح. دقيقة واحدة. تحب تدفعهم لي دلوقتي ولا تحط الفلوس في حسابك في البنك واروح انا اصرفهم من هناك بشكل رسمي؟ هما ايه دول يا حاج بدوي؟ الشيكات اللي عليك يا نسيبي العزيز. وايه بس اللي فكرك بالشيكات اللي عليا دلوقتي يا حاج بدوي؟ ما هو بصراحة اللي كان مصبرني ان دلال بنت مراتي يبقى انت جوزها، لكن طالما غلبت ولمت هدومها وجات البيت امبارح وبيتت عندنا يبقى مفيش مبرر يخلينا نصبر على فلوس اكتر من كده. وهو انا بس اقدر على زعل دلال يا جوز ام دلال؟ ده انا الليله دي هروح اصالحها وارجعها شقتها معززه مكرمه. قصدك شقه امك؟ مش انت برضه امبارح قلت لها ان الشقه دي بتاعت امي؟ حاج بدوي الواحد يعني لما بتنرفز يعني بيطلع منه اي كلام وخلاص. يعني بتعترف بغلطك؟ اوقع تحت منه كمان. اذا بعد كده اياك تعاتب دلال لو جابت ولاد اخواتها عندها في الشقه وبيتتهم فيها. ابدا يا حاج بدوي مش هيحصل. بس انت بس راجع الشيكات ده الله يسيئك. الاول دلوقتي هتكتب لي شيك جديد بمبلغ 4,000 جنيه اضيفه على الشيكات اللي في ايديا دول وادخلهم كلهم مره واحده. وبمناسبه ايه الشيك ب 4,000 جنيه ده يا حاج بدوي؟ بمناسبه لانسيان الذهب ده اللي دلال اختارته من شويه عشان انت تشتريه وتصالحها. وكمان كمان ليك عين تتصل بيا على الصبح؟ مش هرد. مش كفايه اللي عملته فيا امبارح؟ سبتني لوحدي في الريستوران لتاني مره؟ مش هرد مهما ترن. مش هرد يا اخي يا اخي قلت لك مش هرد مش هرد. ما هو انا لو رديت ابقى لسه بحبك. الو هو انت كمان وحشتني. يعني انت مش عايز تتكلم؟ الساعة بقت 11 وانا بقالي معاك اكتر من ساعة عشان تتكلم وانت مش عايز تتكلم. وديت الخاتم فين يالا؟ يا باشا والله العظيم يا مدحت باشا ما تتعبش نفسك. العيال السوابق دي ما ينفعش معاها الذوق. يا باشا والله العظيم انا ما اعرفش. انت ايه؟ انت ايه؟ هتكذب؟ ده انت مقفوش وانت نازل مع المواسير وبالاماره من ناحيه شباك المطبخ. يا باشا انا كنت في المطبخ وكنت في الشقه بس مش بغرض السرقه. امال بغرض ايه بقى؟ تسقف حله ملوخيه؟ ها؟ ما تتعبش نفسك معايا يا باشا. اتفضل سعادتك انت على مكتبك وانا هعرف ازاي اخليه قرد. اتفضل سعادتك. اتفضل. الله يا حلوه. قال مش بغرض السرقة. قال ده انت صحيح صحيح حرامي وبجع. اتفضل يا نادر بيه. اتفضل سعادتك انت. الاشكال دي انا هعرف اتعامل معاها. متخافش
انا مش همد ايدي عليك لان عارفك واد حرامي ابن ناس ومتربي. وديت الخاتم فين يالا؟ يا باشا والله العظيم الخاتم الالماظ اللي بلغت عنه الست صاحبة الشقة دي انا معرفش عنه حاجة ولا شفته. انا صحيح دخلت الشقة ودخلت من شباك المطبخ عشان اسرق، لقيت قلق وقيصة واصحاب الشقة صاحيين، رحت على طول نزلت من على المواسير رفاكيك زي ما طلعت. اول ما نزلت عز اهل النحس امين الشرطة حكشني على طول. تمام يا فندم، يا رب تكون راضي عني. ياسمين ازيك وحشتيني، عامله ايه؟ قولي لي ايه الاخبار؟ اظن انت هايصه، بحر ولعب وهوا. لا يا حبيبتي انا كويس، اطمني عليا انا كويس. المهم انت؟ لا 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 تمام. طب يا حبيبتي معاك استني 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 استني، فين البوصه بتاعتك؟ اي ها اي. طب يا حبيبتي يلا مع السلامه. مع السلامه. لا مؤاخذه يا نادر بيه، البواب بتاع العماره اللي قصادنا جعفر عايز سيارتك. طب خليه يدخل. حاضر. تعالى يا جعفر، خش يا اخويا. مساء الخير يا سعاده البيه. مساء الخير. يا ترى حضرتك فاكرني؟ انت بواب العماره اللي قصادنا اللي ساكن فيها مراد بيه وست فيفي. مظبوط تمام، الله ينور على سيادتك، اتفضل. ايه ده؟ الجواب ده وصل النهارده يا بيه، وكان محطوط في شراع باب شقه مراد بيه. البوسطجي اللي جابه؟ لا يا بيه مش البوسطجي. امال مين؟ واحد من الارياف. طيب طب اتفضل انت يا عم جعفر، اتفضل انت. تصبح على خير يا سعادتك. تمام الخير. المرسل ايه؟ فهيمة عبد رب النبي؟ دي اكيد الداده اللي بتشتغل عند مراد بيه واللي قاعده دلوقتي عيانه عند ماما. مؤكد اللي جاب لها الجواب ده واحد من بلدها وعارف انها بتشتغل عند مراد بيه. افتح الجواب واقراه بعد كده بلغها باللي فيه. لا 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 ما يصحش، بس مؤكد ان دادا فهيمه دي ما بتعرفش تقرا، حتى لو كانت بتعرف تقرا فدي ست عيانه وجايز الجواب يبقى فيه خبر وحش ياثر على صحتها. انا افتح الجواب واقراه وبلغها باللي فيه. احضري فورا للبلد، أخوك توفى، توقيع الشيخ رسلان جار أخوك في القرية. لا حسبت لقيته، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ده فهيمة ليها أخ؟ أيوة حبيبي ليها أخ، وأخوها ده بقى مش أي كلام، ده عمدة في الأرياف وعنده فلوس كتير جدا فوق ما تتصور. فوق ما أتصور؟ أيوة، وإن هي وأخوها ده مقطوعين من شجرة، ملهمش حد تاني في الدنيا أبداً. فهيمة نفسها اللي قالت لي الكلام ده. أخوها ده بقى توفاه الله، يعني ده فهيمة دلوقتي